عمال اتفرج على الفيديو يا علي، احنا كان معمول لنا كمين بجد. يا قرصة ود، المرة الجاية هيحطوا سلاح الجريمة في بيت حد فينا وهنلبسه. الناس دي ممكن تلفق لنا تهمة كده في الهواء واحنا معناش اللي بيدور عليه. لازم نوصل لمسعد ده ونعرفه اننا بندور زيه بالظبط. مش هيصدقك، وبعدين لما توصل له اصلا. ما هو احنا هنوصل لمسعد هنوصل للدليل، ملهاش حل تاني. أو نلاقي دليل جديد يعرفني مين اللي قتل. أنت بتصعبها ولا بتسهلها يا جدع؟ مش بصعبها، أنا بفكر بصوت عالي. ولما يجي عصام لازم نديله التليفونات دي، يعرف مين اللي بعت الرسايل بما إن الأرقام برايفت. طب هو احنا كده هنتحرك إزاي بعد كده؟ مراقبين كل خطوة بنخطيها. مراقبة إيه؟ ده كانوا عارفين إحنا رايحين فين قبل ما نروح. الناس دي كانت مستنانا نوصل عليها عشان يصورونا. هو كده المكان ده اتعرف؟ هو أكيد المكان ده اتعرف، عشان كده لازم نسبقه. ما أنا من ناحيتي هحاول أقرب لخديجة، أعرف منها أي معلومات تانية، بس طبعًا بعيد عن حنين، عشان خديجة ولا واثقة في حنين وأنا كمان ما بقتش واثق فيها. مالها حنين؟ طلعت عصفورة؟ حداية، مش بتفكر غير في نفسها. يا ريت تخيب ظني المرة دي والله. ربنا يستر. انا هقرب برضه الولايه اللي اسمها سناء دي، شوف كده ميتها ايه. طب هتوقعك. طيب مين دي اللي توقعك؟ اخوك جامد. قلت لك عليها جدع انت، مش واثق فيها ولا ايه؟ بفتكر وانا قاعد على الكرسي ده وبقول لك مش عايز اكمل في الموضوع ده، وسكتي غير سكتك وانا متعلم، عملت فيها مجدي يعقوب. الظاهر ان سكتنا واحدة. قلت لك من الاول يا سيادة المحامي. اشترك في باقات واتش الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.